السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 3 دي فيستا هو ده برنامج بتكون انت مثلا موجود في مكان وتصور كل الصور اللي حواليك، فهو يبدأ يعمل لك صورة بانوراما بحيث ان اي حد ممكن يستعمل الكلام دوت كأنه موجود في قلب المكان دوت، ممكن يستعمل حتى بالنظارات الفي ار. تمام. طيب خلينا مثلا نجرب ستاندرد اتش دي ار بانوراما. فبيقول لي ستاندرد لينس العدسات ولا سيركل فيش ايز. طيب انا هقول لا، انا عايز الستاندرد. فهو راح فتح لي قال لي اختار الصور، فانت بتختار بقى صور تكون انت عامل حسابك وانت بتصور ان هم دول ينفعوا تكون انت واقف في المركز وبتصور حواليك. فهو بيبدأ يربط الصور ببعض، بياخد الحتة دي مع دي مع دي مع دي بحيث ان هو يعمل لك صورة بانوراما بحيث تقدر تشاركها مع الناس، تقدر تعمل موقع خاص بيها، تقدر تعمل متحف على الانترنت، متحف افتراضي ناس تقدر انها تيجي تزوره. هي دي الفكرة من البرنامج، ان انت تعمل صورة بانوراما 3D لأي حد موجود. ممكن يكون مثلا مكان مفتوح واسع وعايز ناس تحس انها زارت المكان دوت. هو بيقول لي انت عايزها تبقى اوتو، هو يبدا يظبطهم مع بعض ولا مانوال. قلت له لا، حاول تظبطهم اوتو. فهو بيبدا يحاول يعمل الصوره بالبانوراما، ولو في اي حاجه مش واضحه بيبدا يقول لي عليها، نحاول احنا نعملها مانوال، نحاول نحرك صوره. هو مش قادر يستنتج الصوره دي في اي مكان بالظبط، نبدا نحطها بحيث ان يطلع معانا في الاخر الصوره بالبانوراما. هو بيبدا ينبهني ان في صور مثلا مش واصله، فبيقول لي حدد مثلا نقطه هنا، مثلا دي المفروض تبقى مرتبطة بأن النقطة هنا، بحيث هو يبدأ يوصلهم ببعض. تمام. ده بتتحكم في النقاط بين الصورة دي والصورة دي وهكذا. فبيظهر لي بالصورة ديت، هو بيبدأ يحط الووتر مارك بتاعه. تمام. لأن دي نسخة مجانية، تقدر تتحكم بقى في الكلر فلتر، في البريتنس، كل المواصفات بتاعت الالوان عايز تغير فيها تقدر انت تغير، تقدر تشوفها في ال 360. وطبعا بيعرضها لنا لو كواليتي لان احنا ببلاش، وتقدر ان انت بقى تسيبها وتقدر ان انت تشاركها مع الاصدقاء لو عندهم في ار او حاجه كده.